السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب في مقطع جديد. اليوم تغيير بلوق خفيف لطيف ان شاء الله ان الصوت يكون فيه واضح. في شوية مخاوف في بالي من ان الكاميرا مثلا ما تلقط الصوت او فيه اهتزازات تخرب المقطع. ان شاء الله ان الامور مستتبة. المهم حاليا الساعة 7 على مشارف دخول مدينة أبو ظبي. الأجواء جدا جدا رهيبة صراحة. انصدمت لأن الأسبوع الماضي كله ضباب ولي فترة بغيت أصور وما سنحت الفرصة، واليوم ويكند وجو زي كذا والله فرصة ما تتعوض. بس موضوع التصوير كنت أحسب أنه صعب، لكن طلع الموضوع أبسط مما توقعت. في شوية تشويه للمنظر الخوذة من برا، ولكن يعني ها إذا التصوير ممتاز والله ما عندي إشكالية. ممكن أخصص خوذة ثانية إذا عجبكم موضوع الفلوق وشفت الوضع استمر كذا بالتصوير. ما ينفع شخص أنه يخلي الكاميرا بنفس الخوذة اللي يطلع فيها مشاوير العادية يعني البسيطة كذا. المهم اليوم ودي اتكلم بصراحة، ما عندي موضوع، جالس افكر من اول ما طلعت من البيت لين هنا ايش الموضوع اللي راح اتكلم عنه. طبعا صفاوة الجو والمناظر الجميلة هذه ان شاء الله راح تكون مرافق جميل للسالفة اللي راح اعطيكم اياها. يعني اي منطقة كذا، مسجد الشيخ زايد هناك قدامي على اليمين من اجمل الملامح في ابو ظبي، فلا بد اني طبعا جمهوري اغلبه 90% كلهم برا الامارات، فهذه فرصه صراحه شجعتني اني اصور لكم المناطق هذه. ما عندي ترتيب او خطه لهذا المقطع صراحه اول ما طلعت البيت او السالفه اللي بقولها، لكن السوالف تيجي مع الطريق على قول صاحبنا ابو طلال الحمراني، سوالف طريق. لكن هذاك محضر ما شاء الله عليه، بعيدين كل البعد من اتقانه في توصيل المعلومة، ولكن بتكون سوالف دراجة راح ننافسه. هذا المسجد نسيت ما اعرف اصور. طبعا انا جالس اناظر قدامي، لكن يبديني الف الكاميرا كذا اول في راسي بحيث اني اناظر هناك، فلا احد يعني دونت وري، ادري انكم تخافون علي. والله الفكره اللي جت في بالي اصورها اللي هي كالاتي: متى اول مره سقت دراجه؟ وش اللي خلاني ادخل في هذا المجال او حب هذا او هذه الهوايه؟ خلينا نقول قبل تقريبا ما ادري، المهم انه يمكن عمري انا كان 10 سنين. اخوي الأكبر مني، طبعا عندي 5 أخوان، لكن أنا أتكلم على هذا اللي أقرب واحد لي، أنا أصغر واحد في العائلة. هذا اللي بيني وبينه 3 سنين زين، اشترى دراجة احنا نسميها مشراع، والله ما أدري ايش تسمونها عندكم، لكن بحط أكيد صورتها. هنا كانت بداية الكارثة. الرجال هذا بعد ما اشتراها كان له جدول وروتين واضح، طبعا ما كان يعطيني اياها كثر ما انا اريد، لان لو يعطيني على حسب ما اريد بسوقها اكثر منه، فكان يعطيني اياها اجرب وكذا. وفي يوم من الايام اخونا الاكبر منه اللي بيني وبينه 10 سنين علمني، مو علمني، هو سوى حركة عشان يشغل الدراجة وصاحبها نايم زين. هذا اخوي اللي بيني وبينه 3 سنين صاحب الدراجة كان نايم، وجينا احنا ما ادري ليش نشغل الدراجة، تقريبا كان اول مرة يشوفها، طبعا ما يحتاج يروح يدور المفتاح ما شاء الله عنده خبرة، وجاء وفصفص كذا داعب الدراجة من تحت وشغلها. كان في سلكين، الوضع بسيط، شبكهم، يمكن البعض عنده خلفية على الموضوع، تشبكها وتشتغل ايزي. فدقت في راسي انا خلاص،
الكلمة السرية حق راند ثبتناها في المخ. الحين بدأت ملامح أبو ظبي والعماير تكاد تبان يعني. فما لكم الطويلة، جيت تعلمت الحركة هذه، حفظت الروتين اليومي. طبعا هذا اللي يتابع معي محاكي الحرامي قناة العاب، مثل ما قلت لكم شرفوني إذا لكم ميول في الألعاب، شبه يومي ينزل مقطع عن ألعاب مختلفة استراتيجية وحربية ومحاكاة، أغلبها يعني أحب ألعاب المحاكاة والسواليف هذه. المهم محاكي الحرامي اللي تابع معي، كنا قبل أن نسرق الضحية كنا نشوف جدوله كنا نشوف روتينه اليومي متى يطلع يروح الدوام، كم شخص البيت. المهم فسبحان الله يعني من صغري كان الموهبة هذه اللي الله يبعدنا منها، اللي الله يحرمنا منها، كانت فيني. شفت جدول أخوي، الرجال طول الليل فوق الدراجة، مشاويره كلها في الليل بالدراجة. وهو كان طبعا أكبر مني 3 سنين، يعني عمره يمكن 14 سنة حولها. فاللي صار أن فترة سبحان الله كذا جت فترة فرج الصف الأول صلاة الفجر، ما شاء الله تبارك الله، أهلي كلهم مصدومين، الله يثبتك، إيش السر؟ يقوم بدري ينام بدري، عرفت؟ في الويكند كذا إجازة تقريبا كانت صيفية وقتها من المدرسة، فكنت أقوم صلي الفجر بعد الصلاة أفطر وعليها. طبعا ما يحتاج أكمل لكم، أشل الدراجة فرفر دين الظهر لين ما الشمس خلاص تلسوعني، وأرجع أصفطها أرجع البنزين نفس ما كان وأروح عاد أكمل يومي. لين ما جاء يوم من الأيام واحد الله يسامحه، طبعا الحين أقول الله يسامحه قبل كنت أسبسب فيه، هذا واحد من أصحاب أخوي راعي الدراجة شافني، ما أدري إيش قيمه من صباح الله خير، إجازة كان الوضع. المهم انه شافني الرجال وسلمت عليه، على حسب ما اذكر والله اني سلمت عليه او في شيء يثبت انه انا اللي اسوق مش اخوي، لكن هذا الوضع استهبال. ويوم قابل اخوي بنفس اليوم او ثاني يوم، المهم انه اعلمه، جاب العيد فيني، يا انه قال له شفت اخوك، يا انه قال له سوى نفسه الاهبل ويحسب انه اخوي راعي الدراجة وسلم عليها وشيء ما ادري. المهم انه جاب العيد فيني، فتصفقت أنا شوي. وكانت يعني هذه نهاية المرحلة الأولى من شو اسمه، شو الحديقة الجميلة هذه. إن شاء الله أن الوايد سكرين أنا حاط السوبر فيو، إن شاء الله أنه يغطي الملامح كاملة. هناك جزيرة الريم، وإن شاء الله يوم نأخذ بكم بلوج هناك فيها، ما شاء الله جزيرة جدا جدا رهيبة، وراح يكون فيها مول قريب ان شاء الله من اكبر المولات، وفيه التزلج نفس اللي موجود في دبي، مدينة التزلج كذا، تدخل مكان كله ثلوج وداخل مول، يعني راح يكون من اكبر. المهم انا مدري ليش اسمحوا لي، يعني انا اشطح في السوالف فجأة كذا تجوني اسولف فجأة عاد انت لحقني. المهم فهذه كانت البداية، بعدها بفترات يعني كنت أسوق شوية كذا. خلنا نقفل الصفحة هذه، بس هذه اللسعة الأولى. طبعا اللي يتابعني من زمان يعرف أني مهندس مدني، واللي حصل أني درست الهندسة في ماليزيا. ماليزيا والدول الأسيوية هذه معروف أنها ما تشوف السيارات هذه، تشوف كلها دراجات مليانة شوارع، فوق أنه الشارع كله دراجات إلا أنها زحمة، في شوية سيارات طبعا، والدراجة الوحدة ما شاء الله تبارك الله تشوف فيها عائلة كاملة. ورب الكعبة اني ممزح، انت لو تكتب في اليوتيوب وتشوف الشوارع العامة عندهم بتشوف هذا الشيء، بتشوف ان الرجال يسوق لما كانت حرمة تسوق، وقدامه ثلاثة وراها 2 من عياله ما شاء الله تبارك الله، والوضع في السليم يعني شيء نورمال، مش واحد ولا اثنين تشوفها على هذه الصورة، ويروح دوامه وينزل عياله المدرسة ويقضي مشاوير، سبحان الله الحياة يعني بسيطة جدا. المهم فهناك حصلت الفرصة اني يعني افرفر بالدراجة كثير،
وكان الوضع يعني رغم انه خطير خطير والله جدا جدا، لان ماليزيا كان شبه يومي شبه يومي الامطار. فبحط لكم مقطع خفيف من انستغرام عندي يعني عشان تكونون بالصوره، يوم كنت تسوق يوم كنت اسوق كيف كانت الشوارع تلمع تحتي ماي والوضع خطير، ولا كنت يعني اعرف اسوق ذيك السواقه، لكن الله سلمني والله الله سلمني. يا مواقف طحت فيها طبعا دراجه ومطر. السلام عليكم. كانت معي كواساكي 600 سي سي، طبعا فتره بسيطه كانت معي وطلع فيها. هذه اول اشاره تدخلك العاصمه ابو ربي، طبعا العاصمه لها اكثر من مدخل وهذا احد المداخل من شارع القرم، الشارع اللي كنت امشي فيه اللي كانت 120 سرعة فيه حطوها 100، وان شاء الله اني ما انتكبت وصورني الرادار او ساهر. فبعض المفردات لا بد اني اعطيكم اياها باللهجة السعودية، لانه ما شاء الله تبارك الله القناة تقريبا 70% جمهوري من السعودية. والله يا اخوان ان كانت النية اني اطلع اصور في الحارة، لكن الجو براد عجبني جدا وصفاوة، فشطحت باتجاه ابو ظبي قصر الهند اشوف لي مطعم هنا بفطر فيه. هذه الشوارع تحصلها زحمة دائما، لكن بما انه ويكند الناس نايمين. بعد ما رجعت من ماليزيا خلنا اوقف يا ابوي، والله خلنا اوقف، احس اني فرفرت كثير. شوف الزيوت هذه نكبة، والله الزيوت هذه نكبة. طبعا السبورت تتسند، عاد لي فترة طويلة والله ما سقت. هذه فرصة اعطيكم ملامح ابو ظبي وعمايرها الجميلة. فسلمكم الله بعد ما رجعت من ماليزيا. الوضع هنا مختلف تماما من ناحية الدراجات، الشعب هنا ما عنده الا سوزوكي وهوندا سبورت، وفيه بعض الجولدات يعني الكبير هذا الهوندا. يعني هذه اكثر ثلاث دراجات راح تشوفها في شوارع الامارات. هلا والله السلام عليكم. طبعا ما يخاف علي، اللي معه سبورت في الامارات ما يقدر يدخل الدخله هذه اللي انا ادخلها بسبب السمكه هذه اللي وراي، ما ادري اذا كانت واضحه ولا لا. المهم انه قزوز يعتبر وكاله. الاغلبيه هنا اللي معه سبورت مركب لها المفور ولا كروباتيف ولا ايش اسمه الثاني هذا بروكس من اصوات الضجيج. طبعا عندي واحد ولكن هذه سالفته ثانيه في يوم من ثاني ان شاء الله. خلنا نسمعكم حنته، حنته جدا جدا بسيطة، يعني تحس انك راعي مطعم، لكن انا مستكن. طبعا يوم جيت اجدد اخر مرة جددتها من قريب يرفض الفحص قبل تجديد ملكية الدراجة، يرفض الفحص انه يجدد لك اذا كان القزوز ما هو بالوكالة، فركبت السمكة هذه. المهم نرجع لسالفتنا، بعد ما رجعت من ماليزيا شفت الشعب كله كذا، وانا عاد احب الدراجات شيء يعني لا يوصف. يا سلام. المهم فيوم رجعت يا اخوان كانت الخيارات جدا محدوده، يعني اذا اشتريت لك زي ماليزيا كذا دراجه ستريت، النوع ستريت فيه طبعا مريح للظهر مريح كذا للمشاوير، فابدا ابدا والله ما كان في بالي اني اخذ لي سبورت، ولكن من باب التجربه والحماس والشعب كله هنا سبورت، ولو اخذت لك ستريت تحس نفسك الشاذ في المجتمع. فصراحه هذه الاسباب اللي خلتني اتجه للسبورت، وسعره جميل سعره جميل صراحه، مكان جدا رهيب. شوف العالم بالسياكل، والله شعب يا اخي الواحد يمعد لومه يستحقر نفسه في الايام الماضيه اللي يجلس سهران وينام ويضيع هذه الاجواء الرهيبه. شوف نفس هذا السكران لازم انك تنتبه له.
خلنا بفتح هذه فرصة اني اجرب التصوير بشو اسمه والجميل هذا مفتوح. فتحت الجامعة الامامية من باب التجربة. قصر الامارات قصر الرئاسة وابراج الاتحاد هذه اللي تشوفونها على اليسار، ما شاء الله تبارك الله. بشكل عام انت يوم تسوق في الدراجة تكون المناظر والله العظيم هي نفسها اللي بالسيارة، انك ما تشوف بجمال، ما تشوف جمالها، يعني تكون صفاوة عندك او مجال الرؤية يكون جميل جدا جدا بالدراجة، وهذه من اقوى مزاياها صراحة، وهذا اللي يوديك للميزة القوية واللي ما يختلف عليها اثنين اي واحد يسوق الدراجة، انه النفسية والله العظيم تتغير 180 درجة مجرد طلوعك فوق الوحش هذا او يعني الدراجة اللي معك. فدوار عاجبني حلو، بدي اخذ فيه لفة ثانية والله. فموضوع النفسية هذا يجيبني للسالفة الثالثة او تجربتي الاخيرة يوم رجعت الامارات. كنت في المقاولات وفي عز المقاولات، يعني المقاول يوم يقول لك مقاول واحد الله يذكره بالخير قاله اذا كان فيه شخص تبغى تدعي عليه ادعي عليه انه يدخل المقاولات، ادعي له انه يدخل المقاولات او ادعي عليه، المهم وصلتكم الفكرة. فالمقاولات والله شغلة ما هي بهينة وتعدم النفسية، لانك انت تكون في مجال جدا صعب متصل مع ناس كثير، في واحد يكلمك من البلدية، الاستشاري يكلمك، المالك يكلمك، وهذا بس على مشروع واحد. فما بالك يوم تكون ماسك 5 مشاريع كذا زي قبل، او بعضهم اكثر مني بعد. فكل موقع له مالكه، كل موقع له تفتيش وله مخططاته، ما شاء الله. اسمع الحنة، ما شاء الله تبارك الله. كان الوضع جدا صعب. ملخص السالفة، هذه جت في وقتها يوم اشترت الدراجة هذه، كان عندي يوم واحد بس اللي هو الويكند. المقاولات عيبها انها تربطك في بيئة صعب انك ذهنيا تطلع منها، هذه اكبر مصيبة في المقاولات. يعني يكون حتى انت في ويكند في اجازة يكون بالك مشغول، في يبقى مخك عالق من كثرة الضغط اللي تعودت عليه. طلعت مع الشباب تبغى تغير السالفة، تبغى تغير شيء اللي انت تفكر فيه. هذه احد الاسباب اللي او افضل الاسباب اللي عجبتني صراحة في الدراجة، مجرد ما اطلع فوق الدراجة تنسى العالم باللي فيه والله العظيم، ما تفكر باي شيء غير الخط اللي انت فيه والسيارات اللي حولك، يعني تنسى فرمته، فرمات للمخ والله فرمات. فساعة واحدة تطلع بالوحش هذا كفيل انك تغير النفسية. اليوم من غير اي خطة والله، لكن شكلي راح ارويكم شواطئ ابو ظبي الجميلة. بما اني وصلت هنا ما بختم المقطع الا وانا مرويكم الشاطئ الجميل هذا. يا سلام يا سلام. هنا الكاسر، هالمنطقة يسمونها الكاسر. طبعا هذا الطريق اللي رويكم اياه الشعب كله يعني اللي معه دراجهم سبحان الله في مسار يجمع الكل، عندك اماكن معينة كذا تحسها حق دراجة زي هذا المكان، ما في احد يطلع بضبي الا تلقاه في هالمكان وفي مكان ثاني ان شاء الله راح ارويكم اياه. شوف 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 الجمال، شوف شوف السفن، الله الله الله. الصوت غالبا ما راح يكون كويس، صوت الدراجة يعني اتكلم نفسه لين ما بدل لكم المفور وتستطربون يعني اللي تحبون الطرب قدام ان شاء الله. يا بحر جيتك شاكين بصدري هموم، نثرت لك احزاني وبد مخفيت. شوف 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 هذا جالس يعطيها بيتين، يا سلام يا الكلاسيك، يا سلام يا الكلاسيك.
الناس الرايقة تلقاهم هنا. شوف فوق سيكل والله ناس رايقة. شوية عوائل هنا. لكن من أبرز صراحة إيجابيات هذا القزوز وانت في الحواري، وانت طالع من البيت وانت راجع البيت تاخذ راحتك. يا سلام، بدل ما هي فرصة هذه نختم المقطع في مكان جميل زي هذا. الشمس بدأت تلسوع صراحة الحين. الساعة كم؟ الساعة 7:45. يا زين يا أخي مقاطع الفلوقات، تطلع نص ساعة كذا تطلع لك بمقطع، أما الألعاب تجلس تصور لك ساعتين ثلاث وتمسكها في إدت وتجلس لك ساعتين ثلاث وثمنيل. سالفة تكون معقدة شوي من ناحية لعل هذه فرصة. يا سلام. طبعا العيال الصغار هنا طيروهم. إذا في أي أسئلة ودكم يكون فيه مقطع نجاوب على أسئلتكم نتعرف فيها أكثر، ومن هنا أخذ بكم لفة في شوارع أبوظبي الجميلة، وإن شاء الله مستقبلا ممكن أرويكم المناطق الثانية. وبس يا شباب، هذا كان مقطع اليوم من لعبة محاكي الدراجة. أتمنى نال إعجابكم، والرحلة الخفيفة اللطيفة هذه نالت على رضاكم. لا تنسوا اللايك وتقييم الفيديو، رايكم في الكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.